السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل شيخ، ممكن أسأل عن حديث من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كان له عدل 10 رقاب من ولد إسماعيل، صحيح، بلغ 10 حسنات، صحيح. نعم صحيح.